لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم، نبدأ من مقال صحيفة البصائر العراقية ونقرأ مقالا للكاتب جهاد بشير جاء فيه: مرت أعوام سبعة منذ أن أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق مشروع مبادرة العراق الجامع، الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة. وعلى الرغم من النجاح المرحلي لهذه المبادرة بالنظر إلى خطواتها التي تقدمت بها وباكورة ثمارها التي قطفتها القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، فإن الحاجة لهذه المبادرة لا تزال قائمة في الوسط الوطني وميدانه العملي. منهج هيئة علماء المسلمين ومسارها ومنذ الأيام الأولى لتأسيسها يؤكدان أن الرأي الجمعي هو القول الفصل في فكرها وحراكها ومشاريعها على اختلاف أنواعها ومضامينها. وفي ضوء ذلك، فإن مبادرة العراق الجامع بوصفها خطوة أولى ومؤسسة لمشروع معتبر كفيل بتوفير وتهيئة فرص إنقاذ العراق مما ألم به إثر الاحتلال، ذات صلة وثيقة بمنهجية الهيئة في التعاطي مع الأحداث ومعالجة القضايا. تعد مبادرة العراق الجامع سابقة من نوعها في ميدان العمل المناهض للاحتلال من زاوية النظر العملية التطبيقية، وإلا فإن مشاريع القوى الوطنية العراقية متواصلة ومؤصلة نظريا منذ الأشهر الأولى من عمر الاحتلال. ولكن ما يميز هذه المبادرة أنها ليست موجهة للنخب العليا من القوى العراقية المناهضة للنظام السياسي القائم حاليا في البلاد، والتي بإمكانها رسم مسارات الحل وصياغة وسائل الإنقاذ فحسب، بل هي موجهة إلى ما هو أبعد من ذلك، أي نحو ما يتعلق بمستقبل المنطقة ومآلاتها التي ترتبط أوضاعها بلا شك بما يجري في العراق. لذلك حرصت الهيئة على أن تجعل من المبادرة والخلاصة بمضمونها وروحها أساساً لأي فكرة تريد تحقيق الحرية للعراق وتخليص شعبه، ومن ثم تحصين المنطقة والإقليم من المخاطر والتهديدات التي تستهدف هوية الأمة ووجودها. لا تختلف مبادرة العراق الجامع بشيء عن جملة رؤى هيئة علماء المسلمين في العراق التي تميزت عمن سواها باستشراف المآلات وصدق التوقعات منذ وقت مبكر جدا، حتى جاء الواقع مصادقا ومطابقا لما قالت به أو حذرت منه. وبطبيعة الحال فإن المبادرة استشرفت واقع العراق وتوقعت وصول النظام السياسي الحالي إلى ما هو عليه اليوم، حيث يقف على حافة الانهيار وليس له من ظهير سوى الإيرادات الخارجية التي تتحكم به والتي تقتضي مصلحتها بقاءه على هذه الشاكلة. فكان مضمون المبادرة ومقصدها أن تجمع كلمة القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية تحت مظلة واحدة. يتساءل الكاتب أحمد صبري في مقاله بصحيفة الميثاق الوطني: لماذا مشروع العراق الجامع هو الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة؟ يجيب عن تفاصيله المرافقة لانطلاقته الدكتور مثنى الضاري بالقول: نعم، إنه الحل المناسب لأزمات العراق وجواره، حيث سبقت الإعلان عن جولة حوارات ولقاءات بين القوى المناهضة للعملية السياسية ومشروع الاحتلال في عدة دول، وهو مشروع شامل ومستقبلي يستند على ثوابت وإرادة وعزم وتصميم لنقل العراق من حال إلى حال، لوضعه على طريق الخلاص وانتشاله من كوارث تداعيات الاحتلال وعملياته السياسية، والتنبيه إلى مخاطر التدخل الإيراني في مسار الأحداث عبر حلفائه في العراق، ومما يعزز الآمال بغد آمن وخال من مخلفات الاحتلال وإرهابه. إن روح مشروع العراق الجامع ما زالت تكمن في عقول ونفوس المتطلعين للتغيير الحقيقي المؤطر بثوابت الميثاق الوطني العراقي، الذي هو النابض الذي يدق صدور أحرار العراق عبر أوسع جهد مشترك للوصول إلى هدف تحرير العراق.
واقع العراق وما يعانيه تتطلب من القوى الحريصة على العمل الوطني أن تنهض من جديد وتعزز دورها مستندة إلى العراق الجامع الذي سيظل ركيزة ومظلة عنوان مناهض لمشروع الاحتلال وعملياته الاحتلالية، وأن الأبواب ما زالت مفتوحة لمن يريد المشاركة بهذا الجهد الوطني الجامع من دون أي استثناءات. ويخلص الضاري إلى القول إن موجبات مبادرة العراق أبرزها التمسك باستقلال العراق ووحدة أراضيه عبر آليات المنهج التعددي وحرية الرأي واستبعاد الانتقام السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر عام لتأسيس إطار عراقي جامع يستند إلى ميثاق يرفض التبعية، وصولا إلى نظام سياسي يمثل الجميع وليس مكرسا لطرف أدخل العراق في الخانق الذي يتخبط به منذ العام 2003 وحتى الآن، مشيرا إلى أن مهمة إنقاذ العراق ليست سهلة وتتطلب جهدا وطنيا تنهض به القوى المناهضة لمشروع الاحتلال للتصدي للقوى التي أفقرت العراقيين بهدر ثرواتهم عبر مافيات فساد قل نظيرها بالعالم وتغول الميليشيات المرتبطة بالمشروع الإيراني. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعدته أليسا جي روبن وإيميلي راين، أشارتا فيه إلى الصراع المتزايد على السلطة في العراق بشكل يهدد بمزيد من العنف، حيث فشل أساسة البلاد على مدى الشهور العشرة الأخيرة في تشكيل حكومة في وقت ينزلق فيه بلدهم عميقاً نحو الشلل السياسي ويعاني من الجفاف والفساد والبنى التحتية المتداعية. وفي حزيران يونيو انهارت المحادثات لتشكيل الحكومة وتحولت المعركة على الحكومة إلى صراع على السلطة يحاول فيه كل طرف أن تكون له السيادة. يقول الأمريكيون أنهم يخشون الآن من غرق البلاد في مزيد من العنف وعدم الاستقرار. ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأمريكي السابق في العراق روبرت فورد: نحن نشاهد بداية النهاية للنظام السياسي الذي دعمته أمريكا في العراق، وعانى العراق على مر العقود من أزمة إلى أخرى بدون أي توقف، وظل البلد رغم ما يملكه من احتياطات هائلة من النفط غارقا في الفوضى السياسية واقتصاد راكد عرض الشبان العاطلين عن العمل لأثر الجماعات المتطرفة وآثار مخاوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار فيه. ومع هذا بدأت رؤية أمريكا لمستقبل العراق بالتلاشي شيئا فشيئا، وعندما غزت القوات الأمريكية في عهد جورج دبليو بوش العراق عام 2003 شجعت واشنطن القادة السياسيين على إقامة نظام تمثيلي متساو بين طوائفه الرئيسية الشيعة والسنة والأكراد. وقال فورد الذي يعمل حاليا في ييل وزميلا في معهد الشرق الأوسط: إن الطائفية والخلافات الإثنية انتصرت، وبدلا من ذلك فنحن نشاهد هذا الشجار بين وفي داخل الطوائف والإثنيات حول كيفية توزيع موارد النفط، وتعتمد ميزانية الحكومة العراقية بنسبة 85% على موارد النفط، وذلك حسب البنك الدولي نفسه. وفي ظل النظام السياسي الحالي فكل فصيل سياسي في البرلمان يحصل على واحدة من وزارات الحكومة وتحصل معها على الوظائف التي تعطيها لأنصارها وفرصة اقتطاع الأموال والعمولات التي تذهب للجيوب. وفي الوقت الذي ركز فيه الساسة على مصالحهم الخاصة لا المصلحة الوطنية. نشر موقع موندويس الأمريكي مقال رأي للكاتب الفرنسي إيفار إيكلاند تحدث فيه عن المعايير المزدوجة في خطابات قادة الغرب عندما يتعلق الأمر بفلسطين. وقال الكاتب إن إسرائيل شنت هجوما جويا كإجراء وقائي على غزة أسفر عن مقتل 46 شخصا بينهم 16 طفلا، لكن كيف يمكن اعتباره وقائيا طالما لم تحدث أي هجمات في إسرائيل ولم يتم إطلاق أي صواريخ على أراضيها لأسابيع؟
وذكر الكاتب أن البيان الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية تغاضى عن القصف الجوي على المدنيين، بينما دان إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية كرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وذكر بالتزام فرنسا غير المشروط بأمن إسرائيل. وأضاف الكاتب أن غزة عبارة عن سجن في الهواء الطلق، حيث يطلق القناص الإسرائيليون دون سابق إنذار، يطلقون النار على أي شخص يقترب من السياج، وتحلق الطائرات الإسرائيلية بدون طيار فوق غزة في جميع الأوقات. ما الذي يمكن أن يفكر فيه مضيفو إيمانويل ماكرون عند سماعه وهو يوبخهم بالمنافقين خلال زيارته الرسمية إلى الكاميرون؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو الاسم الذي يجب إطلاقه على حرب فعلية دون التجرؤ على ذكر من بدأها. أم أنه كان يقصد بكلامه أوكرانيا وليس غزة؟ وماذا يمكن القول عن نانسي بيلوسي عندما زارت تايوان في عرض غير مسبوق للقوة العسكرية الجوية والبحرية، وأعلنت فور وصولها أنها رسولة للسلام؟ وأشار الكاتب إلى أن الفلسطينيين يوصفون بأنهم إرهابيون من كبيرهم إلى صغيرهم، لا لشيء سوى لأنه يجب على المرء أن لا يثق بهم، ومن الأفضل إبقاؤهم تحت الحصار. في المقابل توصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، وهذا يعني أنه لا يمكن اتهامها بالفصل العنصري حتى لو كان دستورها ينص على أحقية اليهود فقط بتقرير المصير. وكل من يجد هذا الأمر مزعجاً مثل النواب الفرنسيين الذين اقترحوا إدانة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل يعد معادياً للسامية. قد تمتلك إسرائيل أسلحة نووية وبرامج تجسس إلى جانب التمتع بدعم غير مشروط من قبل الإمبراطورية الوحيدة في العالم، ولكنها مع ذلك مهددة. وإذا قصفت قواتها الجوية سكاناً لا يملكون سوى البنادق والصواريخ للدفاع عن أنفسهم، فهذا يعني أنها بالضرورة تدافع عن بقائها. نشرت مجلة فورين أفيرز مقال للكاتب جون ميرشيمير أستاذ العلوم السياسية البارز في جامعة شيكاغو، قال فيه إن صناع السياسة في الغرب توصلوا على ما يبدو لإجماع حول الحرب. النزاع سيتحول إلى جمود طويل تجبر فيه روسيا الضعيفة على قبول اتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو وكذلك أوكرانيا. ورغم اعتراف المسؤولين بإمكانية التصعيد من الجانب الأمريكي والروسي للحصول على مكاسب أو منع الهزيمة، إلا أنهم يفترضون إمكانية تجنب تصعيد كارثي. وهناك قلة تتخيل مشاركة أمريكية مباشرة في القتال بأوكرانيا أو لجوء روسيا للسلاح النووي، لكن واشنطن وحلفائها أبدوا تعجرفاً كبيراً للغاية. ونظرا لتداعيات التصعيد التي تقود إلى حرب كبرى في أوروبا أو إبادة نووية، فهناك سبب لمزيد من القلق. ومن أجل فهم ديناميات التصعيد في أوكرانيا، فما علينا إلا أن نبدأ من أهداف الطرفين. فمنذ بداية الحرب وضعت موسكو وواشنطن أهدافاً طموحة وكلاهما ملتزمتان وبقوة من أجل النصر في الحرب وتحقيق أهدافها السياسية. ونتيجة لهذا بات لدى كل طرف حوافز قوية جداً للبحث عن طرق للتفوق أو تجنب الهزيمة. ومن الناحية العملية فهذا يعني انضمام الولايات المتحدة للحرب إن كانت تريد حتماً النصر أو منع هزيمة أوكرانيا. أما روسيا فقد تستخدم السلاح النووي لو كانت يائسة جدا وتريد النصر أو تواجه هزيمة محتومة، والتي ستكون محتملة لو دخلت القوات الأمريكية إلى المعركة. والأكثر من هذا، وفي ظل تصميم كل طرف على تحقيق أهدافه، فهناك فرصة قليلة وذات معنى للتنازلات. فتفكير الحد الأقصى السائد حالياً في واشنطن وموسكو يعطي كل طرف السبب للانتصار في ساحة المعركة حتى يكون قادراً على إملاء شروط السلام. ومن ناحية فعلية وبغياب حل دبلوماسي، فهناك محفز لكل طرف كي يصعد على سلم التصعيد، وكلما زاد الصعود كلما أدى لنتيجة كارثية حقيقية. مستوى من الموت والدمار يتفوق على الحرب العالمية الثانية.
تناولت صحيفة الجارديان في تقرير خاص لها خطة أوكرانيا السرية لاستهداف روسيا بحسب ما أفصح عن مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال المستشار ميخايلو بولوداك إنه سيتم استهداف خطوط الإمداد الروسية، كما أنه يتوقع هجمات مماثلة للانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في قاعدة جوية روسية بالقرب. وأكد بولوداك للجارديان أن أوكرانيا تشن هجوماً مضاداً لخلق فوضى بين صفوف القوات الروسية من خلال ضرب خطوط إمداد الغزاة في عمق الأراضي الأوكرانية المحتلة. وأشار مستشار زيلينسكي إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، على غرار ضربات غامضة استهدفت يوم الثلاثاء خطاً للسكك الحديدية وقاعدة جوية في شبه جزيرة القرم. في حديثه للجارديان من المكاتب الرئاسية في كييف، قال بودولاك: تتمثل استراتيجيتنا في تدمير القدرات اللوجستية وخطوط الإمداد ومستودعات الذخيرة والأشياء الأخرى للبنية التحتية العسكرية، وهو ما يخلق فوضى بين قواتهم. وأضاف المستشار، وهو ثالث أقوى شخصية في أوكرانيا، أن نهج كييف يتعارض مع استخدام موسكو قوة مدفعية هائلة لكسب الأراضي في منطقة دونباس في الشرق، والتي شهدت تدمير القوات الروسية لمدن مثل ماريوبول وسيفيرودونتسك بالترتيب من أجل السيطرة على الأرض. وأوضح أن روسيا علمت وعلمت الجميع أن الهجوم المضاد يتطلب كميات هائلة من القوى البشرية، لكن الهجوم المضاد الأوكراني يبدو مختلفاً تماماً، ونحن لا نستخدم تكتيكات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وذكرت الجارديان أن تصريحات بودلاك يمكن تفسيرها على أنها اعتراف بأن أوكرانيا تعاني من أجل حشد العدد المطلوب من الرجال والمواد العسكرية اللازمة لمواصلة هجوم مضاد كامل في جنوب البلاد، وهو الأمر الذي يتطلب عادة تفوقا عدديا للقوات الأوكرانية بنسبة 3 جنود أو أكثر مقابل جندي روسي واحد. بدأ علماء من استراليا والولايات المتحدة بمشروع لإعادة إحياء نمر انقرض قبل عقود عديدة بميزانية تبلغ ملايين الدولارات، ونفق آخر نمر استثماري في ثلاثينات القرن الماضي. يقول الفريق الذي يقف وراء المشروع أنه يمكن إعادة الحيوان باستخدام الخلايا الجذعية وتكنولوجيا تعديل الجينات، ويأملون في إعادة إحياء أول نمر تسماني في غضون 10 سنوات. ويشكك خبراء آخرون في أن إعادة الحيوانات من الانقراض هو مجرد خيال علمي. يخطط العلماء لأخذ الخلايا الجذعية من حيوان حي له حمض نووي مماثل، ثم استخدام تقنية تعديل الجينات لإعادة الأنواع المنقرضة أو خلق حيوان قريب للغاية منها. وقال البروفيسور أندرو باسك الذي يشرف على البحث وهو من جامعة ملبورن: أعتقد الآن أنه في غضون 10 سنوات سيكون بإمكاننا الحصول على أول نمر تسماني رضيع على قيد الحياة منذ انقراضه قبل قرن من الزمان. تسبب انخفاض هطول الأمطار ودرجات الحرارة المرتفعة لفترات ممتدة في حدوث جفاف يؤثر على العديد من البلدان الأوروبية، كما تسبب ذلك أيضا في انخفاض مستوى عدد من الأنهار، وكشف عن تحذير شديد من أسلافنا بشأن فترات البؤس والشقاء. لقد كشف ذلك عما يسمى بحجارة الجوع، وهي صخور في مجرى الأنهار لا يمكن رؤيتها إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية. تعود هذه النقوش إلى عقود وقرون سابقة، ويعود تاريخ أقدم نقش عثر عليه في حوض نهر إلبا إلى عام 1616، وهو مكتوب باللغة الألمانية. هناك نقش على أحد الصخور الأخرى يقول: ستزدهر الحياة مرة أخرى بمجرد اختفاء هذا الحجر. ويقول نقش آخر: الشخص الذي رآني ذات مرة بكى، ومن يراني الآن سيبكي. يقول ثالث أيضا: إذا رأيت هذا الحجر مرة أخرى فسوف تبكي، هكذا كانت المياه ضحلة في عام 1417. إلى اللقاء.